أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. منذ استشهاد أول جندي رسمي تابع لجيش عربي اليوم للجيش اللبناني، منذ هذا الاستشهاد والرد على هذا الاستشهاد وصل إلى 14 عملية في أقل من 12 ساعة، شملت كلا من الجماعة الإسلامية والمقاومة الإسلامية وأيضا باقي الفصائل التي تتحرك من خلال أرضية جنوب لبنان، وأيضا وهذا هو المهم إطلاق 10 صواريخ مباشرة ضد أهداف متعددة المدايات، وأهم من كل هذا أنها الأكثر دقة إلى حدود هذه اللحظة، فإنها التطورات الجارية في جنوب لبنان تنذر بأن الأمر قد يخرج عن السيطرة. لكن منذ رد المقاومة الإسلامية يتقدمها حزب الله للرد على استشهاد الجندي اللبناني من خلال ضربة المنارة، وتتواصل الآن الهجمات للرد على هذا الحادث، لأن الأمر يتعلق اليوم بسيادة دولة، وهذا معناه أن الوضعية اليوم وضعية شديدة الحساسية إلى أبعد حد. وقد لاحظ الجميع أن هناك تصعيد إسرائيلي في مستوى خان يونس والوصول إلى محاولة اختراقها، إلى الآن هناك صعوبة كبيرة بعد أن تأكد للجميع أن هناك على الأقل 24 آلية أصيبت في حدود التسع ساعات الأخيرة، أيضا الوصول إلى 80 جنديا، إصابة 80 جنديا في حدود ساعتين على مختلف المحاور، بما فيه محور التقدم في غزة، وقد كان للسرايا دور أساسي في هذه الهجمة. إذن أمامنا مستويات متقدمة من حالة العمليات اليوم، ما بين من قال بأنها الأشرس، رئيس الأركان عبر بأنها الأشرس، ليس فقط المعارك هي الأشرس، وإنما اليوم هو الأشرس في تاريخ الحرب. منذ 7 أكتوبر وإلى الآن لم يسجل مثل شراسة هذا اليوم. هذه زاوية أولى. الزاوية الثانية أن هناك أيضا الأكثر عنفا في نظري على الأقل مسؤولين إسرائيليين، الأمر يتعلق إلى حدود هذه اللحظة ب18 عملا عسكريا مباشرا، فيما وصلت الصواريخ إلى حدود 15 صاروخ، من ضمنها 10 صواريخ إلى حدود 6 حسب توقيت غرينتش. وأمام هذه التطورات ودخول المروحيات إلى الساحة من أجل نقل المصابين، فإن هذا اليوم يعد الأكثر خسارة بالنسبة لإسرائيل على صعيد جبهة الشمال بعد استشهاد الجندي اللبناني، وأيضا على صعيد محاولة توسيع الهجوم من شمال شرق خان يونس وباتجاه الشمال والشرق دفعة واحدة، أي تحقيق جناحين لهذا الاختراق الذي كان يرغب الإسرائيلي في حسمه. لكن إلى حدود هذه اللحظة فإن نتنياهو يؤكد على حالة الإصابة وارتفاع الإصابات في الجنود، وهذا الذي يدفع إلى المزيد من الإصرار، قبل أن نرى أن هناك أسطوانة اليوم من أجل إبعاد ضغط العائلات للمختطفين أو عائلات المختطفين، إذ وجدنا أن هناك محاولة للتأكيد على وجود فيتامينات تعطى قبل حالة إطلاق حماس لهؤلاء الرهائن بين قوسين حسب الإعلام العبري. وتحدث أيضا مسؤول في وزارة الصحة وذكر نتنياهو أن هناك ما سماه خروقات، بما فيها الخروقات الجنسية التي أعادها اليوم إلى الواجهة، كل هذا من أجل الضغط على العائلات
وقد انسحبت كليا من مشاورات مع غرفة الحرب. في هذه الظروف وأمام هذه الأزمات والتي تزيد الوضعية تعقيدا، فإننا أمام اليوم مواجهة صامتة قوية ومثيرة للغاية منذ اللحظة التي قصد فيها الجميع ضرب التجمعات، لأن ضرب التجمعات والتحشدات العسكرية الإسرائيلية ارتفع بشكل قياسي وأصبحت الإصابات مرتفعة، إذ حالات الإجلاء اليوم بالمروحيات على جبهتين في خان يونس وأيضا في الشمال في شمال الكيان، وهذا الذي يعطينا أفقا مفتوحا لأن تكون كل العمليات الآن في حدود ما يتجاوز 75 إصابة على الأقل أمام انطلاق هذه المروحيات. الأمر لا يتعلق بمروحية واحدة حملت أكثر من حالة جروح خطيرة، إنما أمر الإجلاءات الآن أصبح مرتفعا أمام تكرار أكثر من رحلة. إذا الرحلات الطبية المواجهة عبر المروحيات المختصة أو المروحيات الطبية تجاوز كل ما كان من طيران لمدة الأيام الأخيرة. إذا أمامنا صعوبة حقيقية حاليا في قبول مثل هذه النتائج أمام ارتفاع حالات الإصابة إلى ما يتجاوز في الجبهة الشمالية للكيان إلى حدود 72 حالة. فإن أضفنا الإصابات المتوسطة فإن الحالة قد تصل إلى حدود 142. هذا معناه أن العمليات التي جرت الآن بعد استشهاد الجندي اللبناني وبعد حادثة الضربة المواجهة نحو المنارة، وكان واضحا جدا أن ما حدث في العديسة باستشهاد جنديا وإصابة ثلاثة آخرين في تلة النبي عويضة، أو بالإطلاق تقال هكذا منطقة عويضة، فإن الجنود الإسرائيليين في شتولة عرفوا هجوما بالهاون، التجمع في رويسة العاصي أيضا في المنارة، وهناك ضربة بمحلقة هجومية لأول مرة تستخدم على موقع المطلة، ضرب للثكنات أهمها أربع ثكنات والتجمعات، وضرب ستة مواقع عسكرية إسرائيلية تتقدمها كالعادة، والكل يعرف الآن ما هي المواقع المعتادة في هذه الضربات، لكن هذه المواقع اليوم أصبحت بطريقة مختلفة، إذ التعاطي الآن ضد التجمعات وتسجيل ما سمي بالمحلقة الهجومية، قد تكون درون ولكن درون مشكل، لأن المحلقة هي تأخذ هذا الطابع كأنها درون، وقد تكون قذيفة طائرة أيا كان المفهوم الآن أمام المحلقة الهجومية، فإن طبيعة الدرون التي استخدمت بكثافة أولا وبطريقة غير مسبوقة، وللرد على الدرونات الإسرائيلية كل هذا أتى دفعة واحدة، وبمجرد استخدام هذه المحلقة الهجومية فإن الوضعية اختلفت جذريا كما ذكرت منذ ضربة المنارة، لأنها أعلنت هذه الضربة للرد على استشهاد الجندي، وهكذا فالوضعية الآن وصلت وبإجلاء المروحيات إلى 142 حالة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.